أهلا يا خالي. أهلا. شلونك؟ والله الحمد لله. شلون أمك؟ تسلم عليك يا أهلا. الله يسلمها، سلمني عليها كثير. إيه؟ أهلا. لا تنسى. وقال انه اليوم بده يجي يخطبني من ابي بحضور الشاهدين. ايه والله العظيم يا امي. شو عم تحكي انت؟ الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي. تدبريني خلي فيك. شو بها هاي امي؟ امي يا كان شلحي اواعيكي وتعي وقفي على الغساله. ايه دغري امي. يلا تقبريني. ايه. سلام لله لك رجا. عم دور على اخي. ما بعرف، كاني شفته راحوا الملعب تبع الكبار. قولي علينا، شو بدي اقول لامي هلا؟ ايه طول بالك، ولده عم يلعب، شو يعني رح تعضى؟ والله انت فايقه ورايقه. انا فايقه ورايقه لك رجا، بس لو تعرف القلب شو في. فوتي ولا؟ فوتي انطبي يا صف عمرك ان شاء الله، فوتي. ولا موعد في هالبيت ولا حتى موعد غدا. طبعا اذا ابوك الفهمان الواعي الكبير بيطلع من البيت ما بيعطي خبر. طبعا ما عتب عليكم ولا انت واخوك. لك فهمني، في ولاد عندهم امتحان، امتحان اخر السنه بعد اسبوع، بيطلعوا وبيلعبوا وبيعطوا وتطلع فيني وقت بحكي معك وبينتهوا على الكمبيوتر وعلى شغلات تانية تافهه وسخيفه. اه بس الحق علي انا. ليك حتى التلفزيون ما عاد فيه،
منيح هيك؟ هدول المباريات اللي علقانين فيهم، هدول اللاعبين اللي اسمائهم مثل اسماء مثل اسماء الادويه، ما بعرف شو اسمائهم، هدول انسوا لي اياهم ايه؟ نهائيا. حتى بالصيف ما عاد في تلفزيون ومباريات. منيح هيك؟ العمى يا ما في نظام ولا في شيء. تعالوا ايوه لا فريد انا مو لؤي. لا فريد لؤي مو مشكلة. هود شو يصير يعني يتلوث علي؟ شفت لي رجا شيء؟ رجا انو واحد فيكم رجا؟ حل عني اياه. تعال لا ما بدك شيء يعني يتلوث علي. لك في مكرو على الشارع العام ترى ست اولاد. ست اولاد؟ مكرو؟ طيب وين شيء يتلوث علي؟ رجاء يا رجاء لك شبك هيك مخبوطة الخبطة؟ في مكرو على الشارع العام طرق ست اولاد، خفت لا سمح الله تكون واحد منهم. مالك؟ لك ما يعبدونا مي يا شباب؟ لك شو في شباب؟ اسعاف يا شباب! اسعاف! روح هيك روح هيك اشوف عبود اشوف في حدا من حارتنا مالك ابن الاستاذ لا حول ولا قوه الا بالله ارشد ان شاء الله فاضل روح اعمل تليفوناتك اسعاف اي شيء الله يستر على الطريق على الطريق اهدى 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 لا حول ولا بعد هيك روح هيك روح هيك أنا ما معي مصاري، روح جيب الشرطة، أنا بالإسعاف هون. روحي الله يسامحك. يا أخي ما في فوتة ممنوع الله يخليك. لوين يا أختي لوين؟ لوين؟ طولي بالك. طولي بالك يا أختي لوين رايحة أنتِ؟ يعني لوين؟ معزومة على حفلة جوا. حفلة مو حفلة ممنوع. ليك أنا صحفية بحق لي فوت لوين ما بدي. وإذا صحفية يعني في نظام. ليك ولا أنا أبني هلا جابوه إسعاف لهون، مستعدة أقتل قتيل كذبان وبعد من وشي. جالا ولا ولا مرحبا
يا هلا صاد. كيفك؟ هلا كيف صحتك؟ تفضل امانة تفضل اقعد. شو بتحب ضيفك؟ لا لا ولا شيء والله، هيك مرق الطريق بس. ولو يا رجل صار لك سنة ما فتحت على المحل، معقولة تطلع بدون ما ضيفك شيء؟ والله ما بقدر احط شيء بتمي بدوب، انا رايح على الشغل مرقت من هون لتفوت سلم علي. على راسي. كيفك انسي مروة؟ اهلين استاذ وائل، كيف الست سميرة وكيف الاولاد؟ الحمد لله بخير كلهم مناح. يلا بالاذن. يا سير امانة اقعد. والله مستعجل. يعطيك العافية. مع السلامة. مع السلامة سلم. يلا يعطيك العافية يا سورو. الله يعافيك استاذ وائل. شو بده الافندي؟ انا افندي ظهرنا المحترم ما بده شيء، قال مرق الطريق. طيب ما فتح لك سيره هيك ولا هيك؟ سيره مثل شو؟ لك ابوك بسلام، سميره اختك. على كل بدك تاخذ بالك من اي شيء بيحكي معك، بدك تاخذ رايي بالاول تمام؟ لك خير لك اخي، شوفي والله غشتني. بعدين بعدين. إذا بتريدي، إذا بتريدي خلينا نعرف شغلنا. إن شاء الله هذا ابني. يا أختي ما اختلفنا، شكيلي ربي بتصيبه أحسن من غيره، غيره صاروا بالبراد. منلك ابني هاد ابني. وعم خلك هذا مريضي، إذا مصرة خذي يا مشفى خاص. أنا آسفة بس والله ما عم بقدر. ماشي ماشي روح، هلا بدنا ندخله على العمليات. في معه شي حساسية، شي مرض مزمن شي؟ في شي الولد مثل الفلة. ماشي ماشي هدي هدي، ما راح أخلي حدا يطالع. المهم نلاقي غرفة عمليات فاضية. كأنه مو طالع صوته. لا تخافي يا أختي لا تخافي، خدرناه وراح ندخله على التصوير هلا. كأنه شفت العظم طالع. لا تخافي يا أختي لا تخافي، روقي روقي، هدي هدي الله يهديكي هدي، ما في شيء اتكلي على الله. دكتور خليني اشوفه خليني اشوفه. شو وقع؟ شلونك؟ ليش هاد؟ عود؟ لا مستعجل، بس مشان المادة، انتقلها شوي. لك يا رجل أنا قلت لك مادة منوعة. لك شوف أنا سويتها وسط. يعني بده يقراها مشان يتسلى، بيرتفع مستواه هيك شوي، واللي عنده شوية ثقافة بس قراها يعني بينبسط. والله المدام هيك قالت. ليش المدام قرتها؟ لا، عندها مين يقرا. والله ماني عارفان شو بده يكتب لكم، قل لي دخيلك. لك يا أخي يلي بيكتب تقيل بيكتب خفيف. هلأ ما شفت ولا ممثلة ماشي حالها؟ ما شفت الحس الوطني بالمسلسل؟ لك شو بدك بحكاية الاكتمال المعرفي هاي؟ أخي بالآخر شو بدك؟ صلحها شوي، زبطها، خلي المدام تحط لها صورتين للبطلة بعد عملية تجميل ونفخ الشفايف. حط اسم مستعار إذا بدك. هاي ماشي ماشي. تعال اشرب قهوة عندي. دخيلك أنت والمدام. يعني ما عندكم؟ لا هدول حساب المريض، هلا بخبروك على العدد والقياسات. طيب هدول انا منين بدي اجيبهم؟ هدول شلون؟ هلا ببعث حدا معك، المهم المصاري. مصاري؟ ما معي مصاري. طيب بدي تليفون، ممكن تليفون؟ تعي معي حكيم. لا حول ولا قوة الا بالله. طول بالك حبيبي، طول بالك تقبلني. يا لطيف، الله يجعلها اكبر مصاري. الله يعينك. الله يسعدك. يا لطيف. يلا حبيبي بلش الاكل سخن. يلا حبيبي كول، والله ما بيسوى هيك، الله يرضى عليك. اتركيه يا بنتي اتركيه، الولد برعوم، اتركيه ليروق شوي. معلش حبيبي، الله يبارك، طول بالك. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، الله يعينك. كيفك سعدة؟ أهلين كيفك أنت؟ منيح أنا. شو بدي
لك انا بعدين. ايه بعدين. ايه طيب مثل ما وعدتك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. اهلا وسهلا. تفضل. انا صابر. اهلا. شو هالمصايب اللي عم تنزل علينا؟ قدرت الله يا صابر. اسمه الرب. قدرت الله. ايه الحمد لله الحمد لله. يا لطيف. روق رجاء روق. الله بيبلي وبيعين. روق. الله يسعدك. مد ايدك خور. كول كول. يلا يا جماعة تفضلوا. تفضلوا تفضلوا عبود. يلا حبيبي. الله يفرج يلا الله يفرج. تفضل. كول ابو اسعد. والله ما جاي. المصاري بابا؟ جبتهم جبتهم. والاواعي؟ وين الاواعي كمان؟ خليهم معك دقيقة بس. طيب طمنيني طمنيني.
اللي وصيتك عليها تبع الحلاقه. غالي غالي، جيب لك قلابيه. هذا اللي انا كنت حاسب حسابه، شفت نتيجه الاهمال شو؟ حضرته قاعد راخي بدن ولا على باله. روقي بابا روقي، اكيد ما عنده خبر. شو رقمه بالشغل؟ لا لا، اوعى حدا يخبره، خليه يتعلم بركي بيصحى شوي. يصحى على شو؟ مو وقت دروس هلا. ليك بابا الله يخليك، انا ماني طايقه حالي، هلا اذا بده يجي بدي يطبش انا وياه بالمستشفى، انا ماني طايقته بالمره. ما بيصير يا بنتي ما بيصير، كمان اللي جوا ابنه. ايه ابنه كثير سائل على ابنه. نجحت العمليه الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. يعني انت مانك واثقانه فيه؟ بلى وكثير. طيب وين المشكله؟ بتعرفي لو كان طلبك اليوم بيكون بلا اصل. معك حق. فرشته للصبي؟ امي مروه قال هي بدها تفرش له. يلا هلا حاول تغمض عيونك وما تفكر بشي، بقى نام. ايه خايف يجي بابا وما يلاقيني. لا لا تخاف، نحن منرد له خبر انك عنا. بعدين هو هلا بالمستشفى، يعني ما رح يجي قبل وش الصبح. طالما هن بالمستشفى معناتها مالك بخير ان شاء الله. شلون بقى؟ حبيبي الخبر السيء دائما بيوصل بسرعه، وطالما ما وصلنا ولا خبر معناتها الامور تمام ان شاء الله باذن الله. يلا نام هلا. فاضل فاضل
شيرين صابر، لا تقلي جاي تعزمني على سهرة نكد مع أخوك بسام. ها معناتها ما عندك خبر شو صار؟ شو صار؟ مالك؟ شو بمالك؟ لا الحمد لله، هو بخير ما مات. لك شو أي مات وما مات؟ شو صاير قلي؟ لك رايح هو ورفقاته على الملعب، هاي الساحة اللي فيها جولين، وهن راجعين طرقهم مكرو من هذا الأبيض الجردون، ثلاثة ماتوا والباقي متحبشين. العمى على أي مستشفى نقلوا؟ والله ما بس المدام مباشرة أخذت تاكسي ولحقتهم، صحيح مشان ما ينشغل بالك، رجع نايم بيت أبو أسعد. لك ليش ما حدا خبرني؟ بأنه مستشفى هلا شو بيعرفني أنا؟ والله يعني بدك تسأل. إيه بدنا نسأل والله. طيب معك 1000 ليرة الله. لا عيون ربك شو 1000 ليرة؟ سيك سلام. سيك سيك تعال خود كمان كنت حاجة. شو جابك؟ روح من هون، اطلع لبرا، اطلع لبرا، اطلع لبرا. اطلع لبرا. ليش شيات بالليل؟ مشاكلكم العائليه بتحلوها بالبيت مو هون. عفوا، هو صار في سوء تفاهم عدم مؤاخذه. شو يعني مؤاخذكم؟ بعدين هلا مو وقت الزياره. كيف دخلت؟ خلاص طالع طالع. هرب، هذا اللي شاطر فيه. لا تخاف مالك، مو صاير له شيء، هيك كان كسر يعني، مع الزمن بيطيب ان شاء الله. بابا والله انا ما دخلت. بعرف حبيبي بعرف، انت ما دخلك، هاد نصيبنا شو نسوي. Mm-hmm.
ايه وجبروا له هلا ايده. افتح بابا. اهلا جدا. كيف حبيبي؟ الحمد لله. اهلين عمي اهلين. الحمد لله على سلامته. الله يسلمك، تفضلت. مرات على المستشفى؟ لا لسه. قلت بركي بنروح سوا. معناتها ما عرفت شو صار امبارح. لا بلا، حكيت معي بالتليفون. طيب انا شو اعمل هلا؟ بدك تصبر عليها شوي يا ابني. اصبر عليها لتروق. ليش انا شو عم بعمل كل الوقت عمي؟ غير اني عم اصبر واصبر، بس لايمتى؟ بدك تعذرها يا ابني. بضل ابنها. ابنها؟ ليش انا شو؟ مو ابني كمان؟ يمكن تكون عم تحس بالذنب على اللي صار. لا ما عم تحس بالذنب ولا عم تحس انها مقصرة، هي عم تحس بشغلي واحدة بس، انه نحن ما عم نطيعها 100%. بدك تطول بالك يا ابني، بدك تطول بالك. كنت قلالي من المستشفى؟ الشغلة بدها شوية خجل، شوية احترام. معلش قلت لك بدك تطول بالك. المهم هلا خلينا نروح على المستشفى نطمن على الولد، وخلي سبيرة تجي على البيت ترتاح لها شوي. ماشي يا عمي، بالإذن بس تعصيب الشيء. ماشي جار، طمني إن شاء الله الولد بخير. الحمد لله ماشي حاله، يعني شوية ردود وكسور هيك ما في شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله وكيلك قلبي تقطع وأنا شفتهم هيك مشطحين على الشارع. دخلان؟ هذا ترى عم يكره ومسكتوه؟ لا والله لسه ما مسكناه، بس وين بتطير من إيدينا نحن العين الساهرة؟ إذا ما مسكنا اليوم نمسكه بكرة، وإن بكرة لناصره قريب. الله يعويكم. ولو هذا واجبنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا بيرتاح، معافى ان شاء الله. تسلموا ايديك. يا بابا انت صار لازم ترتاحي. بدي ارتاح وابني مرمي هالرمية. ان شاء الله بيصحى وعين الله عليه. لك بابا مشان ما تعذب حالك كثير، انا من هون ماني متحركه. يا بابا الله يرضى عليكي، مو ضروري يقوم هو وترتمي انت. سميره انا ببقى جنبه، انت روحي ارتاحي شوي. زيدي على راسه، شو بده يحمل ليحمل؟ هلا انه يدير باله على ابنه صار فيها راسه وما راسه. لا بس هو بده يضل قاعد عم يستمتع بجمال الفكر، بس على مين؟ انا اللي خابسته وعجنته، واحد اناني ما بتهمه غير مصلحته الشخصيه وبس. طيب بابا فوتي نامي هلا وارتاحي لك شوي. والله العظيم يا بابا انا بده يجيني نوم هلا. خلاص بابا استهدي بالله، شوفي منظرك شلون صاير. هل كان انت الثاني؟ اخ كله منه كله منه. خلصنا يا سميره خلصنا، لسه شايل حمله على ظهرك وماشي. ابنه مثل ما هو ابنك، وبالاخير جوزك. بابا سميره الله يرضى عليكي،
انت طلعتي برات الموضوع. ها انا اللي بعرفه كثير منيح، ما راح يهتالوا بال قبل ما يدمرنا كلياتنا انا والعيله كلياتها. مفكر الفرج راح يجي هيك من السما راح ينزل عليه. استغفر الله العظيم، استغفر الله. شو هالشرشحة والقرف؟ ليه ما أخذوه على مستشفى خاص؟ الحمد لله على سلامته. أهلين عبود، أهلين. بالمهلي أستاذ. لا ما شاء الله عليه مثل الوردة. نافذ بإذن الله. أهلين عبود. شلونك أستاذ؟ شلونك رجا؟ أهلين عمو عبود. لا ما شاء الله عليه. لك شبك عم تقلن لك يا عمو؟ بضايق أنت شغل عدل مدل. يومين ثلاثة إن شاء الله بتكون بالحارة بإذن الله. عم حولي مولي وعلى الدحال. شو عم يوجعك بابا؟ شوف لي هي، مو بتحبوا لزيدان انت؟ هي؟ ها؟ هي؟ شوف لي اياها على مقاسك. كانوا مفعول البنش خلص. اصلي هي، مستورد من اسبانيا. شو؟ عفوا. لما تقول ما حدا دخل بشيء. استاذ وائل وين؟ مقفوت انا بظبطها. ماشي. الله سيماهم على وجوههم. شرفي ان شاء الله بنشوفك دكتوره يا رب. الله يجزيك الخير. شرفي استاذ وائل ابوه. اهلا. امتى عطوا اخر مسكن؟ تقريبا شي ساعتين. بس شو بتكفي؟ يلا الله يقويكي. نكسبك هيك على غدا وعشاء هيك قرايبين احنا على الفاضي. تسلم ايدي يا رب. الله يقويكي. الله يسلمك. يعطيك العافيه. شكرا. شكرا. لسه جايك البوت والشورت. من جد قرايبتها؟ يا رأيتي بنت خالتي. كل الصبايا بنات خالتي. استا حبيبي امتى رح تطالعوا؟ والله ما بعرف، حسب ما بيقولوا الاطباء بالبيت ارياح. ايه هيك رأي والدك كمان، يعني قال بلكي بياخذوا على البيت كاميو لما يخف. هلا هذا رأي ابي ولا سميرة بلشت توز براسه؟ لك شو هالحكي يا رجل؟ هلا نحن فاضيين وز براس حدا؟ صهري اذا حبيبك عسل لا تلحسه كله. لك انت شو عم تحكي يا رجل؟ شو عم تحكي؟ ولك هلا وقت فتح المواضيع؟ هلا مانك شايف؟ فعلا مواتها، بس الولد ببيت اهله اريح له. اخي تصطفل منك لاختك لابوك. اخي اللهم صلي على النبي. عمي انا ما بعرف شو في بيناتكم، بس يا حباب هذا مو اصول. يعني وينك؟ اسمعني استاذ مالك شغله. عمود ولا كلمه خلص. هذا الحكي كلياته مواته ولا؟ ومين حضر جنابك لتتدخل بيناتنا؟ لك عبود. عبود ولا حرف ولا كلمه. الله يخليك. امرك استاذ. ان شاء الله معافي يا رب. شو ها؟ شو ها؟ لا والله لا 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 بيقوم بيفرح فيك. مستحيل والله ما بفوت على شيء. ان شاء الله يا عبود. السلام عليكم. ليك رايح على الحاره؟ ان الله رات. الله يخليك، بلكي بتاخذ رجا معك. يلا بابا تروح تحضر دروسك وتنام شوي بترتاح. يلا يلا بخاطري. خلينا نمشي رح دوخ من هالقرف. كولاغ ليل،
بدك تزهرم السمهاري هاد، فوت الزهرم ببيتها. لك مالك شايف هالدنيا؟ لك شو شايف الدنيا؟ مالك شايف هالولاد كلهم اللي هم بالحاره يعني ضروري تكسب خطيته؟ الله يسامحك يا استاذ، انا لما بسوق على مهلي وبشوف منيح قدام مني. لك انا عم بحكي عن سؤالك مسطول، عم احكي عن السم الهاري هذا اللي عم تزهرمه قدامهم، الاولاد بيلقطوا، حرام عليك. اهلي ولا غليس ولا غليس، يعني اجتك الشجاعه بعد الغبه، راسك بقيمه، بدك تشرب فوت تزهرم بقلب بيتك. خلاص توبة توبة استاذ، بوعدك اني ما بقى اشربه، ومن اليوم، لا لحظة مو من اليوم، خليها لبكرة، لانه مالك شايف العالم شلون مقلوبة قلب من ورا الاولاد يلي اندعسوا بالسيارة. بدي انت تشوف. والله قلبي طق عليه ونطقي، لا حول ولا قوة الا بالله. لك بحكيك من الشرق بتحكيني من الغرب. صابر عرفوا مين يلي دعسوا؟ ايه اطمن، ماله ابن مسؤول؟ بكون ابن خط المدير، ابن مدير الخط. ايه ابن مدير، ما ابن مدير الخط كمان مسؤول. لك حلوه كثير حلوه. لك انت شو، يلا لاقي لك شي شغله تنفع المؤمنين، تحرك من هون. طول بالك علينا صابر، والله الحياه ما عادت محرزه. لك شوف اطلع، كله مبسوط لانه مو ابنه اللي اندعس. لك حاجه بقى حكي بلا هذا، يلا امشي بلا فوت انضب بيتك بلا فلزكه. لا ما بدي انضب، بدي امشي. امشي اذا بدك، يا امشي يا اما فوت انضب ببيتك. لا بدي امشي انا. امشي الله مع دواليبك، امشي امشي. شو خايف؟ امشي لك نشوف. قاعد عم تتفلزك حاجه، عم تشرب قدام كل اهل الحاره، اسمع عليك حاجتك بعد تتحكم فينا. امشي يلا امشي. لك اوعى